جايتكس 2011 أهم معارض التقنيات بالشرق الأوسط. نحن بقسم الشوبرز أو التسوق، هون بيعرضوا الشركات أهم المنتجات وأهم تقنيات الحديثة نازلة للبيع. طبعاً أنا عندي موعد مع حسين حلاق خبير تقنيات، بس المشكلة إنه عم اتصل فيه وضجة كتير ما عم يسمعني. يمكن هو عم يتصل، ثواني بس. ألو حسين، سر إنه هي سماعة التليفون بس مفيدة. يعني هاي السماعة مفيدة لأنه أنت بعيد عن أول شيء مصدر الأمواج الميكروية تبع التليفون، وهي بنفس الوقت بعيد، أنت مانك حاط لا بلوتوث ولا أي شيء في أي موجات ممكن تأثر عليك. حجمه صغير، حجمه كتير صغير. وين حسين؟ حسين عم دور عليك. أهلين، شو عم تعمل؟ عم بعمل حالي دي جي، عم غير المهنة تبعي، اسمه البيس ميكر. حكم بكل شيء بالموسيقى تبعك، تدخل من غنية لغنية، توقفها مثلا، تخفف البيس، تزيد البيس، تشيل الموسيقى، توقف بس يعني فيك تعمل كل شيء ممكن يعمله الدي جي، فيك تعمله من هالجهاز هذا الصغير. نحن هلا بالمركز الاعلامي، عندنا موعد خاص مع حسين ومع شخص ثاني. جاي اعرفك على رفيقي الجديد، فخلينا نفيق اول شيء. Hello, my name is Now. I'm a humanoid robot, imagined and manufactured by Aldi Baron Robotics. هلا بيقعد وبيرتاح. شايفه بيخبرنا حتى انه هو رح يرتاح هلا. هلا هذا الروبوت هو لعبة؟ هو أكتر بكتير من لعبة. الروبوت هذا فيه معالج مثل معالج الكمبيوتر، فهو عنده قدرات يعني بالعمل كتير كتير قوية، فهذا الشيء كتير مناسب بعدة من التطبيقات. مثلا بالنسبة للناس اللي عندهم احتياجات خاصة، إن كانوا أطفال مثلا اللي مصابين بداء التوحد، لأنه من معروف عنه أنه بيعانوا بمهارات التواصل تبعهم، فهذا من هذا الروبوت بيقبلوه بعالمهم، ممكن يتخاطب معهم دكتور عن طريق هذا الروبوت. Let's go. وصلنا مشاهدين